السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا ليكون في علمكم من أصغر لعاب في الليغا الإسبانية، هل يفجر هذا وين يعني الاتحادية الجزائرية أثقل مفاجأة مع المنتخب الجزائري، يعني يفرضوه على هذا المشرف الذي يرفض يعني كل من يعني كما نقولوا حنا سامي التمساني ما كاش على باله. اوليس اللي غادي بالك هذا السيمانه، بالك السيمانه الجايه ان شاء الله بربي، السيمانه هذه اللي داخله هو عدلي هادو غادي ينشروا الاسماوات تاعهم بانهم غيروا الجنسيه تاعهم، يعني بتحرك السيد الحاج محمد راو راوا مع زويزر باش يكون على بالكم. وقادرين تسمعوا الخبر، قادرين تسمعوا الخبر، إلا يبغي يعطيكم الخبر، اللي يعرفوا يعطيكم الخبر، قادرين واحد كيما مصطفى مازا، يعني وين يعرف شكاين، قادر مصطفى مازا يعطيكم الخبر شكون الرجال اللي تجري، بيجيبوا هذا اللعبة، بيحطوا هذا المدرب أمام الأمر الواقع، خويا هذيك اللعبة، أيا خدمي، بيحطوه أمام الأمر الواقع. أمام الشعب خرجت واحد الدعايات ما بغاوش يجوا، ماشي باغيين يجوا، ماشي ما تعقلوش. مؤمن على ضربها الدور ديك خطره، تعقلوا عليها شي. قال لهم كاين ناس راهم يشيطنوا فيهم. شكون اللي يشيطن فيهم؟ ها راهي راه الحاج محمد راهو مكالمه مع بابات سامي تلمساني جابه، راه مع الموهبه ظاهره خون بابي، خاطش على مبابي كان جايبه الحاج في 2017 مشروع، كان جايبه مي ما كانش يلعب في باري، ما كانش باين، كان مازال ما بانش، يعني كان جايبه الجزائر خاطش امو جزائريه. دروك راهي جايبه جايب خو مبابي، راه جايبه الجزائر، راه في اتصال، ما غاديش تكون سهله دعوه، ما تكون سهله، بصح راه في اتصالات مع ام، خاطش عنده علاقه كبيره مع ام مبابي، يعني راه يحاول يعني كيفاش مع الام اولياس، يعني راه يحوس كيفاش يعني باش يجيب هذو اللعابه مع عدلي، راه يحاول فيهم. حنا الناس يعني يزوروا الحقائق، يقول لك المشرف والله ما على بالو كاع، كيما سامي تلمساني والله ما على بالو، اي تنوري وعور والله ما على بالو. انا نقول لكم حتى اي انا نقول لكم كلمه تاع باش امنوا على بالك، ما بغاوش يامنوا، بغاو يكذبوا. هدرها وكمال مهدي، وانا قلت لكم، بيومين ولا قلت لكم يومين، الوثائق راه وصلوا. من بعد جا كمال مهدي هدرها، كما قال لكم نعطيكم سكوب، عوار راه في الجزائر، كيما قالها لكم ولا ما قالهاش، قال لكم عوار وايت النوري في الجزائر الغدوه ان شاء الله. تليفون من دالي دوحه، من الاتحاديه الجزائريه اللي جايه في دوحه، يعيطوا المكلف بالاعلام، مكلف بالاعلام يخرج باش تعقلوا، هذا التصريح شنو قال لهم؟ قال لهم ما كانش منها، وهذا الخبر رانا نسمعوا فيه، كيفنا كيفكم ما على بالناش، واو لا. منير دبيجي مشي من العاجين ونستعرب به، والله نستعرب به، مشي من العاجين، ماشي من العاجين، يعرف هذاك تاع اللي يخدم في فرونس 24. قناة وطنية فرنسية ما يجبوش يكذبوها، ما عرفش شكون ما يجبوش يكذبوها، يعيط له قال له واليك هاك الوثائق، اليك اي اخرج، قال لهم رسميا عوار راه اخر في الجزائر. الناس سكتت، شكون اللي كذب؟ ما كانش اللي خرج كذب، عاود خرج مكلف بالاعلام هدر ما هدرش، ما قالك المكلف بالاعلام شنو خرج، قال لهم هاو اللي طالبوا بهم الشعب رانا جبناهم. أو أنت الأولى قلت ما كاش منها، واو لا، رجالة يتخدم، يعني وراهم يعني راهم يخدموا وين فانيك الرسالة تاع ذاك القلي هذاك اللي يهدر في اللوطو ويعاير وقال لهم ولادنا باغيين يجوا يلعبوا في الجزائر، هذاك مستعرب به، هذاك راجل فانيك، خاصنا والدين اللعابة كيما يخرجوا يهدروا. كيما بابات بوعناني، كيما بابات هذاك القلي هذاك رامي قلي رمزي قلي هذاك يخرج يهضروا، يعني هضر ما تخافش، هضر ما تخافشي، كشفوهم خاطر هما ولاو يوسخوا فيكم. تالي يخرج قال لهم رجع، قال لهم شوفوا كلابهم بالك، يتصلوا بكلابهم،
خاطش عليه غير ربح 3 ماتش ولا كام 4 ماتش بغى ينسب. اجا تش قلعوا له ذاك البوشو تش تاخر جي واحد بدل الماك اي تنوري عوار راهم جايين يا ودي هم جايبين لك غادي يطيحوا عليك قفه مالك قفه ديرك غادي يطيح عليك لازم تخدم لازم ما تقولش عايش لنا في 2019 واجا نجيب سليمان يسلكني واجا نجيب فلانه يا ودي غادي يجيبوا لك امين قويري بالك التربص تاع الصيف اللي غادي ديره تاع غادي بالك من كونتر نيجر اوغندا وتنزانيا غادي بالك امين قويري يكون انا نقول لك كنت نهضر مع الاب تاعو مالك مع الحاج اتصالات ديرك مع الحاج قال له خليني طفل على جهه خليه على جهه قال له خليه على جهه راني جاي خليه لي على جهه تاعك قابل وراني قابل يخلي لي ولدك على جهه انا ندبر راسي قاس اي كيما كهدره كيما كهدره قال له خلي لي ولدك على جهه خليه لي على جهه انا كنقول لكم الحاج مانيش غلط انا انا باش نجي نصور لك الهضره ما غادي نصور لك الهضره خاطر نعرف بلي غادي الهضره هذه نهضروا وين غادي من بعد تخرج غادي من بعد تخرج من بعد تخرج هي خارجه خارجه الهضره وين يستعد يعني وين تستعد اتحاديه وين يستعد المنتخب الوطني الجزائري مواصله مشوارهم في تصفيات نهائيات منافسه كاس امم افريقيا واستناد لما صرح به سابقا وبحسب الكثير من التسريبات وين تخطط الاتحاديه الجزائريه لاحداث ثوره تغييرات حقيقيه في صفوف المنتخب الوطني الجزائري وفي ظل ازمه يعاني منها في المنظومات الدفاعيه وين رجعت وسائل الاعلام عديدة احتمال تفجير يعني احد اكبر مفاجأة منذ تولي هذا المشرف يعني ومن محتمل ان يستدعي هذا المدرب وسيم قادري المدافع الصاعد اودي والله اودي ونجيبوها لعابة تفرجت عليه اسبانيول كونت اتليتيكو مدريد قاهر لعابة دخل دوزيام ميطو يو لعاب ديفونسير تحس بلي ديفونسير تحس بلي حاجه هذا تحس بلي وزن ثقيل تحس بلي وزن ثقيل هذا 18 عام راه كبيره يا تشوفوا ما تعطيش 18 عام ما تعطيش من تعقل مي كانوا يجوا لي زافريكا هنا عندهم 19 عام 20 عام نخلعوا ويقولوا عنده 20 عام وحنا في ذاك الوقت كانوا مساهميننا يعني مي يكون عنده 25 عام يقول لك مازال صغير كي يولي عنده 30 عام عندك يقولوا عنده مستقبل كبير ومن بعد جا هذا المشرف ولات كاينه ولات تما من 30 عام وطلعت 23 20 ما يلبوش خاطش هو اصلا جابوا له 24 عام كان يقول لك جابوا له 19 لا جا لهنا ترينا وعاود راحة ترينا وعاود راحة من بعد جابوا له 24 عام هنايا شحال لعبه ماركا دو بيت ماركا هنا في السجوي وماركا في كونتر فرنسا هذا مكان دو بيت برك والانديه كاع الانديه اللي لعب فيهم واش دار قول لنا واش دار عطنا انجازات شوف كاش وبعد وين نقولوا باللي هذا قادري وبعد اقصائي من منتخب الجزائر عاد قادري لحمل قميص المنتخب الاسباني لاقل من 19 سنه ولعب معه مباراه واحده الى حد الان وعلم ان خاض 11 مباراه مع كتيبه لاروخا لفئه اقل من 17 سنه وبعد ويعد المدافع الجزائري قادري اصغر لاعب يشارك في منافسه الدور الاسباني الموسم الحالي رفقه فريقه اسبانيول برشلونه بالاضافه الى خوضه منافسه كاس الملك ايضا وشارك وسيم قادري في 5 مواجهات بديل مع ناديه الكتالوني في منافسة الليغا الإسبانية ولعب مبارتين في منافسة يعني الموسم 2023 يا أخويا شنو غادي نقولو راهي عندكم دروك راهي عندكم انا على بالنا بلي هذا المشرف هذا وين يريد رفض اللاعبين كيما وسيم هذا سالي هذا ياسي هذا وسيم تلمساني هذا سليم تلمساني واحد اللعابه يعني وين هو ما كاش على بالو بهم كيما الضربه تاع عوار تاع اي تنوري يعني ما على بالوش قالوا انا اللي ما على باليش ما نعيطلاش ايوا راه نعطيكم في الرسميه بصح غادي يعيط لهم خطره واعره
بلا ما تنساو اعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، واللي مشي ابوني معنا وربي يحفظكم.